تعال اقولك ازاي تفطر فطار جامد باقل من 15 جنيه. يلا بينا، تنزل كده الصبح اي عربيه فول جامده وهتلاقي ان طلب البطاطس ب 11 جنيه وطلب بطاطس بالبيض ب 14 جنيه. واللي مش فاهم، طلب البطاطس ده يعني فول وبطاطس وعيش وسلطه وكده يعني، ومفيش حاجه اسمها الجرسون بيجي لك وكده يعني، انت بتروح تجيب الحاجه لنفسك. اعتمد على نفسك شويه يا حبيبي، ها اعتمد على نفسك. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. هتاخد بقى الصينيه من هناك وتجيب الطبق بتاع البطاطس بنفسك والمخلل والسلطه وكده يعني، وتقف كده زي الشاطر كده وزي الجميل كده في الطابور عشان تجيب الفول. وزي ما قلت لك اعتمد على نفسك. والعيش بقى بتاخد اللي انت عايزه حرفيا يعني، انت ممكن اصلا تاخد القفص بتاع العيش كله عادي، ما حدش هيكلمك. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. وتعالى بقى نشوف بقى الصينيه دي بتتكلم على ايه. يوالي 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 يوالي. وده الطلب اللي جبناه، فول متوضب وبطاطس ومخلل وسلطه وبتنجان وعيش. طبعا راعي رسمي العربيات بتاعت الفول خبط على عيش الاول عشان الرده تنزل. ودبها يا معلم، دبها يابا. في حالتي انا ما بحبش اقلب الفول، بحب اخده كده يا باشا مره واحده، لكن في ناس بتحب تقلب الفول الاول عشان كده كله كده يدخل في بعضه. ولكن والله اذا كان كده او اذا كان كده، فالاتنين الفول بيبقى فيهم جامد جدا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه العالميه ده؟ ايه يا جدعان في كده؟ تخلص بقى كل الحوارات دي وتحبس بكوبايه شاي بالنعناع، ولازم الشاي بالنعناع بعد الكلام ده كده كله، وهتبقى متكلفه معاك 4 جنيه. مش عارف اقول له ايه، اقول له يا اسطى ولا اقول له يا حبي ولا اقول له حبي. ولازم تاخد كوبايه الشاي بالنعناع ده كده بعد الاكل ده كده كله علشان تحبس حرفيا. وهيجي لك الراجل لحد عندك عشان تحاسبه، والطلب كان واقف عليك ب 11 جنيه كل اللي انت كلته ده واقف عليك ب 11 جنيه ودي فول بالبطاطس كل ده ب 24 جنيه يعني الواحد ب 11 جنيه. هتلاقي نفسك في اخر الجمدان ده كده كله واكل وشارب ومستكنيس، وكل ده ما تفحتش غير 15 جنيه بس. ممكن بقى لو انت عايز تقفل 20 جنيه تجيب لك كده وانت ماشي كده ايه، حاجه كده غازيه او بيبسي عظمه ب 5 جنيه، يبقى انت كده قفلت ال 20 جنيه كلها. تبذير اوفر يعني بصراحه. وده احسن فطار ممكن تفطره في حياتك كلها. وده اللي انا عايز اثبته، ان انت ممكن تعمل حاجه جامده جدا جدا وتنزل تفطر وتشرب كمان شاي كمان وتروق كمان على نفسك اقل من 20 جنيه. وطبعا اللي بيتابعنا عارف ان دي سلسله فيديوهات تعمل ايه ب 20 جنيه فيه، فاكتب لنا تحت في الكومنتات عايز تعمل ب 20 جنيه ايه تاني. وما تنساش طبعا الانستجرام واليوتيوب والتيك توك، يعني روح كده مسي عليهم. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم. صح، انت ما عملتش لايك ولا عملت شير اصلا، فاعمل لايك كده وشير، واكتب تحت في الكومنت ان انت عجبك الفيديو فعلا لو عجبك، واعمل منشن لصاحبك ان انت عايز يفطر معاك فطار زي ده. ويلا بينا.